تحذير، يا ريت ما حدش يجرب اي حاجه هيشوفها جوه الفيديو ده، لان احنا بنأمن نفسنا كويس جدا 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 ساعه تصوير اي فيديو. واحد اثنين تريد السلام عليكم، مبتدئ فلوج جديد. النهارده لسه مكتشف ابلكيشن تحفه، المفروض ان هو ابلكيشن بتاع مقالب. بص تيجي تلمس كده هنا، يروح عامل صوت ايه؟ صوت الكلاكس بتاع الشاحنه اللي هو العالي، وبقى بتقلب هنا مثلا هنا ايه؟ ده ترك اللي هو الشاحنه، ده ايه صوت الكنز اللي بيعمل صوت ايه ده؟ وفي مثلا اللي هو ايه صوت القطر. العيال نايمه جوه، المفروض في الاوضه اللي جوه. كنت من 3 4 5 فيديوهات كده كنت قلت لو الفيديو ده جاب 100000 لايك هقول لكم ايه اللي جوه الاوضه اللي مكتوب عليها ممنوع الدخول. طبعا الفيديو جاب التارجت اللي انا قلت عليه، فعشان كده هوريكم ايه اخر حاجه اتعملت جوه الاوضه اللي جوه، وريها لكم كلها بالتفاصيل. هنا زي ما انتم شايفين الاستندات ومعدات الكاميرات والتصوير، والكاميرات هنا مش عارف ايه الحاجات دي، كاميرا كبيره، وهنا في طبعا الكاميرا اللي بيصور بيها، طبعا هنا في الرينج لايت، وهنا طبعا في جهاز بيستخدمه في البابجي والمونتاج، الجهاز الثاني شغال عليه بابجي والمونتاج طبعا، وفتح لها اسمها في المجره قناه شاور. طبعا لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا دوسوا سبسكرايب، اشتركوا في القناه، انضموا لقناه شمال في اليوتيوب قناه شاور. تعمل ايه عشان ما اضحكش؟ تعمل ايه؟ قول لامك العسكر. وطي صوتك. قول لامك العسكر. قول لامك العسكر. بس ايدك من عليك عشان ما كسفتش وشك. بص قول ده. قول لامك العسكر. امك العسكر، امك العسكر، امك العسكر العسل. 10 مرات. خلاص بقى يا ابني. صباح الفل يا سيد يوسف. صباح الفل يا عم. خلاص انا سمعتها وانت بتعملها في سمعتك يا عم، عايز انا يلا عايزين الحركه العربيه. فدلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا ناويين النهارده نعمل حته دي تحدي. التحدي هيبقى عباره عن قبل بس ما اعمل فلاش باك واطير ايدي ونروح على بره، بس عشان خاطر الولد اللي كان بيخليني اقول ممكن العسكر. في ممكن العسكر يا حبيبي. ايدك يا دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا ناويين نعمل تحدي عباره عن زي ما انتم شايفين في صفقه موز فاسد معانا، زي ما انتم شايفين هنا في صوابع من كتر العفانه بتاعتها عامله سوائل من بره، وهنا في صوابع من كتر العفانه نشفت من بره. فاحنا المفروض النهارده ناويين ان احنا نعمل تحدي اللي هياكل اكبر عدد من البايظ الناشف هيكسب على كل صباع 50 جنيه، ولو من اللي هو المبلول هياخد على كل صباع 100 جنيه، يعني لو كلت 10 موزات تاخد 1000 جنيه، لو كلت 10 موزات من دي تاخد 500 جنيه. مين اول واحد هيبتدي التحدي؟ ناصر معجزه. اللي في ناس كتير جدا طلبت ناصر معجزه هو اللي بيبتدي التحديات، فعشان كده خلينا نبتدي التحدي النهارده. ماشي، دي الواحده ب 50 ودي الواحده. انت لسه قايل لي اول واحده ب 150. واه ايوه انا قلت له. بقول يا جدعان انا بس ممكن اعتذر عن تسول جوده التصوير، لان عسكر هو اللي بيصور، فلو في حاجه بايظه يا جدعان والله ما بعرف اصور. ايوه عسكر. طب يلا اقعد. اول واحده ب 150، ممكن اكل واحده صغيره ب 150. اه ماشي، هي اول واحده ب 150 والباقي عادي بسعرها عادي. ابتدي يا برنس. في تايم ولا عادي؟ لا هو اكبر عدد موز. اه عادي. يلا ايه عامله كده ليه؟ طب والله العظيم دي عادي، والله ده موزه حلوه يا عم، والله بيضة يا ابني، دي ما باظتش. انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ وريني كده. طب ماشي هات. خليها بضاعة تانية. الله 150 جنيه يا استاذ عمر. دي مش محفوظة، دي نظيفة. ماشي هنبدأ. دي نظيفة مش عارف، حاسس دي لا. والله بتاع ناشفة. ما تجيب اللي كانت معاك احسن. اه. يلا. ايوه افطر. بص بص ده عطمتين. والله عطمتين يلا. مش عارف بقى اه واحدة كده واحدة. ادي 50 جنيه في سكور ناصر. 150. لا ده تمثلي. 50 جنيه. يا اسطى لو مش عارف انا لسه هفطر كده واحدة. هو ما جابش تيجي تفطر يا موز. اه عادي. هو ناصر كده واحدة. مش جايبة معاه. ناصر اوت بره التحدي، يا ريت ما حدش يطلب الناصر يغش تاني اول في التحدي. انا مش زي ما شايف ده مستوى ناصر. احمد علينا دلوقتي يا جدعان. احمد علي طبعا كليه التربيه الرياضيه. لا صاحي من النوم يا جدعان، يعني العضلات. وهاكل وهنزل اجيب فلوس واجدد سكوتر وهعمل حاجات كتير في حياتي لسه نفسي اعملها. طب يلا بينا اخش على ال 100 جنيه. 100 الواحده ب 100. والله هفطر. ايوه عفانه بعفانه وانا لسه ما فطرتش. فاهم؟ وريها للكاميرا بس انت بتطلعها ولا لا؟ بس
اصلا علينا ده احنا شايفين البطاطا ليه كده عفانة عفانة انت شامل يا شامل ايوه عفانة عفانة وانا لسه بالكهرب النقود بالكهرب النقود هو دي 100 عشان كده دي صعبه اكلت انت بتكسب ما اكلتش في عقاب وبعد كده ايوه يعني كده ناصر في العقاب ازاي انت ما قلتليش كده لا واجه حاجه بديهيه يلا شدها بس انا معفنك موت انت موت ايه يا ساكن بالله يا حلوه دي حلوه دي رايقه يا جدعان بتاع ريحته معفنه بطريقه عمري ما شميتها في حياتي هي نعمه ربنا كل حاجه جميله وانا بحبها واكلها عشان هي نعمه ربنا مش ربنا اللي طلعها فلوس لا انا عمري ما حبيت الفلوس والله العظيم بجد يا ده اي كلام انا دوست وعارف لما ندختش اللي هو لو بلعت على طول كده تلاقيها نزلت سهل سيبني بقى سيبني انا باكل انا انا متربع على الكلاب يا وسيم مش 5 جنيه والله ما هاكلها بقى اتقل بس انا زول الريحه دي الزور ما بيرضاش يبلع تيجي عند الزور قاعد ليه قفل اطلع بره لا ما يخشش جوه ابدا انا والله ما بطلعها من بقي برجع يا عمي لا بقول لك يا احمد انت فاشل سعبت عليك اديني اهم فلوس لا شايفه مش عيط عيط قوم دخل عسكر عسكر وانا اقوم بحد ابوه بيدخل يا عم عسكر هاكلهم كلهم طب طب نص صباع خايفين في الاخر عسكر مش هتقوم بيهم نص صباع دخل يوسف مش دخل يوسف بقى عشان يدعم مش هعرف يا جدعان للاسف عملت نفسي فخم في الاول وانا قاعد على الهيتي اصلا ما اللي بعده بقول لك يا يوسف احنا هنرفع درجه التحدي المزايا بدل ما هي ب 50 جنيه ب 100 جنيه طب اقول لك ايه وانت جاي عليه ما انا كنت زماني كلتها يا عم اسكت هنرفع شويه المستوى عن هنسهل الامور شويه عندي بقى تبقى ب 5 جنيه صح عشان اقرا طول لا يا معلم لا دي جامده انا هيوز لو خدت الدرجات دي كنت زماني كلتها بس حبيبي شبع الفرن الميت اصلا استغفر الله العظيم نعمة ربنا انا حرام حبيبي ولا ايه؟ يا نهار اسود ايه ده؟ وقت على التسول ها اول 100 جنيه انا ما باكلوش اصلا هو سليم فطعمه ده اصلا انا بالنسبه لي طعمه ده عادي ده لسه جديد بالنسبه لي ده اختراع بالنسبه لي ايوه يا يوسف تعال هات وشك كده تمام يا عجبني يا حبيبي هو بيعمل معايا فلوس هو شكله عاجبك ده بيخرج انه بيندخ شكله عاجبك فعلا وانت بتمثل فعلا العيال كلها بتاع بترجع بص يا عاد بقى بلعته يابا قال لي ايه طيب كده كام اللي بعد قول له 150 ايه يا بابا كام بيتغير في مينت ولا مينت انت قلت من قبل التعادل اه يلا يا يوسف تعال بس كده كده انت ايه ماشي اشرب يابا مالهاش علاقه دي لا مالهاش علاقه انت قلت لي وانا باكل موز انت لسه تاني خاف لا لا بص تخلص تخلص الموز تخلص التحدي وقوم اشرب براحتك فقال لك 200 جنيه بس التالت داخل يا ابني بص لنا هنا يا ابني عشان ما حدش يفكر يا عم انت عشان لا انت كده بتحور عشان انا مش عايز ابين يا عم التاثير بتاعي يا عم لا خد بس تعالى هنا وانت بتكون بتف تعالى فوق في الاخر تعالى تعالى فوق في الاخر بس 300 جنيه اصلا خلاص ها الواد مش راضي يحل لي في اي حاجه لا ربع 100 جنيه اتحل بقى يا حبيبي بقى قوم يلا حبيبي كده يا حبيبي اقعد يا عم انت بقى راجل في التحدي انت لا ظلمه في التحدي محدش يهرب منه اوعى مش احسن من اكل كلب يا اكل كلاب هاو 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 اكل كلاب لا مش قد احمد علي انت والله طب هو هشتبك قول هشتبك يا جدعان اللي هو هيجيبه ايوه هشتبك ايه الهشتبك فلاش هشتبك يا جدعان هيجيب البيت يا جدعان هشتبك يوم لما كان بياكل من اكل الكلاب يا جدعان هشتبك لو لفيت مش هتتحسب ما تلفش ايوه كده يا يوسف بقى تصحى يا جدعان ايوه كده يوسف الموز عاجبك بص بص اول ما بتقول اول اصلا ما بتقول اول ما بتقول له بيروح على ده والله ما عجبتك انت ابن خبره ما غبتش بص في البيت اسمه تاني انت عرفت مين يا ابني
ده كام؟ قلنا كام؟ 300 جنيه؟ لا 100 جنيه. أنا عمال آكل بقالي ساعة. لسه الفيديو كله قاعد يكتب. طب يلا كده كام؟ نخش على 600؟ هتلف كده 500. اتعدل، ارجع يا عم الكاميرا. كده 600 جنيه يوسف. ما تبروش البزاز اللي مع البايظة وهو بياكل. ليه يا عم؟ اقعد كمل يا ابني. لا يا عم كمل يا ابني اقعد. كده يا يوسف يا جدعان 6 موزات 600 جنيه كاش. عمر فتح عمر 2 عمر ماشي كده 2 اتحسبوا عليك. اتحسبوا عليا بالسالب. انا باكل واحد. هو انت لو اكلت واحده وانت فتح 2 مش تاخد فلوس. بص يا حبيبي انت فتحتك ولا بص يا حبيبي مش عايزك تفتح. بص يا حبيبي انت فتحتك ولا بص يا حبيبي مش عايزك انت كمان. كده كده انت فتحت 2. ده موز يا ده بص دي بتاعتي في حشرات في حشرات فيها يا عم يا نهار اسود. انا مش عايز اكل ثلاث مرات عندك يا جدعان. عسكر اوت اوف تحدي كده يا جدعان. توب التحدي هو يوسف طازه واحمد علي يا جدعان. انا بعد يوسف شهر هيخش في التحدي ده. خش يا حبيبي يلا. لا لا اخش فين اللي عليه الدور يا جدعان. عمر شهر انا منظم. انا يابا انا معايا فلوس هدي. انا كلت اول واحده. انا عايز اعرف كده انا هموت ولا عشان انت وانت كلت ايه يا ابني؟ دمرت البطل ده يا عم. انا مات خلاص تمام. دلوقتي يا جدعان هننتقل لمرحله العقوبات والفلوس. تمام دلوقتي احمد علي وعسكر بيمثلوا هم مش عارفين. لا انا مش عارف. فاليوم عقاب تاني. انتوا اكتبوه في الكومنتات اقتراح هنعمل فيهم عقاب عشان هم مش عارفين. هنعمله في الفيديو الجاي يا جدعان. وانتوا اللي تكتبوه اكتر كومنت هيجيب لايكات. عقابات لعسكر واحمد علي هو اللي هننفذه الفيديو الجاي. احنا الاثنين هنعمل نفس العقاب. 1 2 3 يوسف طبعا كلت كم موزه؟ 6 5 5 اول 5 5 لا 3 2 لا 1 ما كلتش حاجه خالص. رجع يابا يعني تقول قيمتهم كام جنيه مصري؟ 600 جنيه دي 600 جنيه بس هي المكافاه بتاعتك بجد هي دي؟ شفت يا عم؟ اي كده مست عليك والله. عملوها رجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. وقف وقفه رجاله. لا تقول لي بقى عسكر ولا احمد علي. طبعا يا جدعان في نهايه الفيديو اللي عايزين تشتروا افكار شفتوا في المجره من على showershop.com وما تنسوش تعملوا اشتراك تنضموا لقناه اشمعنى في اليوتيوب عيله الشرقيه وتعملوا لايك للفيديو ده. نشوفكم في الفلوج الجاي. سلام.